اتكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن ملف الصناعة ده بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية تدشين ما يسمى الصندوق السيادي للنهوض بالصناعة. سيب الصناعة على جنب وتعالى أكلمك عن الخطوة الأولى ما قبل الصناعة وهي الزراعة. احنا بلد زراعية بطبعها وواحدة من أقدم الحضارات في العالم اللي قامت على الزراعة. احنا تالت أقدم حضارة على وجه أو واحدة من تلت أقدم حضارات على وجه الأرض، الحضارة المصرية، وقامت بالمقام الأول على الزراعة في حوالين نهر النيل. حسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة المصرية، إجمالي الزمام الزراعي في بلدنا بيصل ل 10 مليون فدان، 9.8 10 مليون، 10.2 يعني الأرقام بتتغير سنة بعد سنة. العشرة مليون فدان دولت هم عمد الاقتصاد المصري والرافد الأساسي للمواد الخام، ورغم كده احنا بنستورد مواد خام بنسبة تتراوح 85% من بره. الزراعة في بلدنا بقى بتعاني من مشاكل، أولها نقص المية. احنا واحدة من أكتر الدول على مستوى العالم في الفقر المائي، بل وصلنا كمان حسب كلام وزير الري والموارد المائية لمرحلة ما يسمى الشح المائي او الفقر المدقع في المياه. ضيف عليهم كمان ان الحكومه بتستخسر في الفلاح السماد، رغم ان احنا بلد منتجه للسماد، بننتج حوالي 19 مليون طن من السماد سنويا، 7.8 مليون طن من الاسمده النيتروجينيه، بننتج 7 مليون طن من صخر الفوسفات، 4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، وبنصدر 55% من إنتاجنا رغم أن السوق المحلي بيتطلب 60%، لكن بنستخسر في الفلاح ونصدر لبره لأجل توفير العملة الصعبة، وبنصدر لتسع دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية. إجمالي الحيازات في بلدنا حسب كلام الحكومة حوالي 4.4 مليون حيازة. افهم حضرتك، احنا عندنا 10 مليون فدان، الحيازات اللي لدى الدوله اللي هو عدد ملاك الاراضي الزراعيه في بلدنا 4 مليون و400 الف مواطن، منهم 3 مليون و400 الف مواطن بيمتلك اقل من فدان واحد، ومليون مواطن بيمتلكوا باقي المساحه الزراعيه اللي موجوده في البلد. تمام كده. مشكله الفلاح بقى مع الحيازه الزراعيه إن الحيازة اللي هو الدفتر اللي بيسموه دفتر الحيازة الزراعية أو بيسموها البطاقة الزراعية، بيروح كده الراجل بالبطاقة بتاعته بيتكتب له والله أنت عندك ثلاث فدادين، فدان مزروع قطن وفدان مزروع قمح وفدان مزروع بطاطس، القطن بيتصرف له قد كده سماد والبطاطس بيتصرف لها قد كده سماد، ومش عارف بيتصرف لك من بنك التسليف الزراعي. دي كده حاجة زي تحقيق شخصية الأرض الزراعية بيمتلكها الفلاح، بيروح يجيب بيها سماد وبيتعامل بيها مع الحكومة. كانت مشكلة الفلاح الأزلية في موضوع السماد، بعيدا عن نقص السماد، إن الـ 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 المساحة اللي موجودة لدى الدولة وملاك الأرض لدى الدولة لا تتطابق مع ملاك الأرض في الطبيعة. ليه؟ لأن في واحد مهندس أو طبيب وارث عن أبوه خمس فدادين ومسافر عايش في أمريكا ومأجر الأرض بتاعته لفلاح عادي هو اللي بيزرعها، لكن مين اللي من حقه ياخد السماد؟ المهندس اللي الأرض باسمه، فبياخد السماد وبيبيعها في السوق السود. عدد الفلاحين في بلدنا قد إيه؟ عدد الفلاحين حسب بيانات حكومية 6 مليون فلاح. عدد الحيازات 4 مليون و400 ألف حيازة، يبقى عندنا على الأقل 1 مليون و600 ألف فلاح بلا حيازات، شغال في أرض مش بتاعته أو مأجر أرض أو واخدها في حاجة اسمها بالفايدة. الحكومة بدل ما تحل مشكلة الحيازة وتطابق العين مع المستفيد بيها، راحت تلغي البطاقة الزراعية كليا وتعمل لنا ما يسمى المنظومة الذكية أو كارت الفلاح، وقال لك مزايا جديدة بتقدمها وزارة الزراعة بعد التحول الرقمي. مشكلة الفلاح المصري ملهاش أي علاقة بالتحول الرقمي. آخر ما يتمناه الفلاح أو يحلم بيه الفلاح أو يفكر فيه وتعمل له مشكلة هو موضوع التحول الرقمي، وقال لك
عشان تحصل على كارت الفلاح تخش على الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، أنت كفلاح يعني تسيب الغيط بتاعك وتربط الجاموسة على المربط أو في الطوالة أو تسيبها في الزريبة تمام كده، وتركب الحمار وتروح على الموقع الرسمي بتاع وزارة الزراعة، تخش وتسجل بياناتك الشخصية، ده الفلاح هيعمل كده، وتحط بطاقة الرقم القومي تمام، وما يثبت ملكيتك للأرض الزراعية، وبعد كده تروح تستلم الكارت الزكي بتاعك من أقرب جمعية زراعية. مشكلة الفلاح مش كده، اللي بيخطط ده أو بيفكر في الشكل ده لا عارف الفلاح عايش إزاي، ولا عارف مشاكل الفلاح إيه، ولا عارف أزمات الفلاح إيه. الفلاح مشكلته أو طلباته بسيطة، عايز مية على رأس الأرض كل أسبوعين عشان يسقي أرضه، وفرتها يبقى كتر ألف خيرك. عايز أسمدة كل شهر أو كل 15 يوم يسمد بيها الأرض، وفرتها كتر ألف خيرك. عايز بذور وتقاوي يزرعها في كل عروة من الزراعة، وفرتها يبقى كتر ألف خيرك. عايز بعد كده تسويق مناسب للمحاصيل بتاعته، وفرته يبقى كتر ألف خيرك. عايز بذور معدلة تتناسب مع طبيعة الأرض وتغير المناخ ونقص المية، وفرتها يبقى كتر ألف خيرك. لكن تقول لي هعمل لك كارت ذكي وحوكمة ومنظومة ذكية، ده انت فشلت في المنظومة الذكية في وزارة التعليم، ده انت مش عارف تعمل سيستم لحد النهاردة بقالك 10 سنين للامتحانات الإلكترونية أو للتقديم مش عارف في الشهر العقاري والبوسطة، جاي تعمل ده مع الفلاح اللي الجمعيات الزراعية ما فيهاش كمبيوتر وما فيهاش انترنت، واللي أكتر من 60-70% من الفلاحين المصريين إما أميين أو حتى لا يجيدوا التعامل مع الانترنت. أنت بتفكر إزاي؟ أنت أكيد بتخطط للفلاح اللي موجود في كاليفورنيا مثلا، أو بتخطط للفلاح اللي موجود في روسيا، لكن الفلاح المصري مش عايز منك الكارت الذكي، الفلاح المصري عايز منك السماد والتقاوي والمية والاهتمام والخدمات والتسويق. شوف الخبر بيقول لك كارت الفلاح هو الضامن الزراعة عن أزمة الأسمدة، الأزمة مفتعلة وهتنتهي قريب. إزاي الأزمة مفتعلة وسعر السماد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا زاد 100%؟ الفلاح بيروح ياخد السماد من الجمعية الزراعية يقول له فين الكارت الذكي بتاعك؟ طب يا باشا أنت طبعت كروت أقل من إجمالي عدد الحيازات. عدد الكروت المطبوعة حتى الآن حسب كلام الحكومة 2 مليون كارت. عدد الحيازات اللي موجودة في بلدنا حسب كلام الحكومة 4,400,000 حيازة. يبقى عندنا عجز في الحيازات 2,400,000 حيازة عجز، ودولت مالهمش حق في كماوي غير لما يطبع لهم الكارت. فبقى في مشكلة، جمعيات الزراعية وقفت التعامل مع البطاقة الورقية ومحتاجة الكارت الذكي. يروح الفلاح بالبطاقة يقول له طلع الكارت الذكي، يروح يقدم على الكارت الذكي يقول له والله ما عندناش كارت ذكي ما اتطبعش، يروح ربنا يكرمه ويجيب الكارت الذكي، يروح الجمعية الزراعية السيستم واقع ومفيش انترنت، السيستم رجع وفي انترنت، السماد اتباع واتهرب وما عندناش سماد. فالفلاح بيلف في دورة بقاله 4 سنين بسبب الكارت الذكي. كل الحكومة ما تتكلم يقول لك حلينا مشكلة الكارت الذكي، لكن الفلاح اللي فاهم خد من لسان الفلاح بيقول لك رابط الأسمدة بالكارت الذكي بيهدد إنتاجية المحاصيل. بس كده، لأن الكارت الذكي أيضا بيطلعه صاحب الأرض اللي الأرض مسجلة باسمه، والحيازة أو اللي مستفيد من الكيماوي المفروض اللي بيزرع الأرض. فاللي بيروح معاه كارت ذكي عنده 5 فدادين وهو عايش في مدينة نصر والأرض بتاعته في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يروح يسحب بالكارت الذكي إجمالي الأسمدة ويبيعها في السوق السوداء. طيب المستفيد من الأرض مين؟ اللي مأجرها أو اللي بيزرع فيها أو اللي واخدها بالنص أو بالفايدة، فده ما بيستفيدش من موضوع الكارت الذكي، فضلا عن عجز الأسمدة في الجمعيات الزراعية وزيادة أسعار الأسمدة، لأن إحنا بنصدر وبنبيع شركات الأسمدة زي أبو قير للأسمدة، وبنتنازل عن حصتنا في شركات المبيدات زي شركة كيما أسوان،
وبنبوظ الميه بتاعتنا وبنهدر في الميه بسبب موضوع تبطين الترع وانفاق 70 مليار جنيه على مشروع فاشل لم يقدم جديد للفلاح المصري. ارتفاع الاسعار، نقص المعروض، دي الازمات اللي بتلاحق الفلاح والله العظيم. مش محتاجه في يقول، مش محتاجه تصرف عشان تعمل منظومه للكارت الذكي، ولا تجيب سيستم تحطه في الجمعيات الزراعيه، ولا تبدل 4 مليون كارت ذكي بالورقه والقلم. لو كل كارت واحد، كل كارت واحد اتكلف على الحكومه 100 جنيه وانت بتبدل 4 مليون و400 الف كارت، اضرب في 100 جنيه شوف البلد خسر قد ايه. تقدر توفر بالفلوس دي السماد للفلاح، الكيماوي للفلاح، البذور للفلاح، او توفر له خدمه. شوف كده احد اعضاء مجلس النواب في بدايه ازمه الكارت الذكي في العام 2021 بيطالب بتوفير السماد وحل مشاكل الفلاح، وان مش الكارت الذكي اللي هيحل المشكله. نتابع الفيديو. الفلاح انصفناه جميعا. لا ما حدش انصفه يا سعاده الرئيس، ما حدش انصفه. شكرت السماد، شكرت السماد، ما نجاب القوانين يا سعاده الرئيس. ما بيعرفش القوانين الفلاح. شكرت السماد عليها 170 جنيه بتتباع حاليا ب 400 جنيه، وازمه السماد عاملاها رئيس، عاملها رئيس الوزراء وعاملها مصانع الاسمده. انزل الصعيد والفلاحين وكل البلاد، ازمه السماد زي ازمه كورونا اللي كانت شغاله. حاجه برضه سعادتك، السماد، مشكله السماد حاليا في الشهرين دول في صعيد ومصر وفي كل القرى وللفلاح، مش عارف انا اقول ايه فيها سعادتك. انا عن نفسي بتكسف لما واحد مواطن فلاح يقول لي فين السماد يا نائب؟ كنائب يعني انا بتكسف، ما بعرفش ارد عليه، ما بعرفش ارد عليه يا سعاده الرئيس. اقول له والحقيقه انه اصحاب مصانع الاسمده بس. قال لك الجمل طلع النخله، ادى الجمل وده النخله. انت بتقول لي حليت مشاكل الفلاح، ادى عضو مجلس نواب تحت قبه البرلمان بيقول الحكومه كدابه، ما حلتش مشاكل الفلاح، والكارت الذكي لم يوفر الاسمده بل ضاعف من ازمات الفلاح. فلاح يا عيني، انا اعرف فلاحين بيبقى ماسك البتاع في ايده كده مش عارف يعمل فيه ايه. طب الكارت ده هينزل لي سماد ولا هيجيب لي مبيدات ولا هاخد بيه تقاوي؟ الناس مش فاهمه. بعض الجمعيات الزراعيه، مشرفين الجمعيات الزراعيه نفسهم مش عارفين يتعاملوا مع الكارت الذكي. المكن بتاع الكارت الذكي ده مش موجود في الجمعيات. الانترنت مش موجود في الجمعيات الزراعيه. ده انت المدارس، المدارس في قرى ونجوع المحافظات الريفيه ما فيهاش انترنت، فما بالك بقى الجمعيه الزراعيه اللي هو تفكير غير مرتبط بالواقع. انت لو حليت مشاكل الفلاح وبعد كده بقى بتطور الخدمه اقول لك ماشي، لكن انت عندك خلل في توزيع الاسمده، خلل في توزيع الحيازات الزراعيه، خلل في عمليه تسويق المحاصيل، والفلاح بيدفع ثمن الفساد وغياب الرقابه واغراء التصدير، والحكومة بتتوقع استمرار الأزمة. ده كلام الفلاح وكلام الناس المسؤولين في الحكومة. خلل في توزيع الأسمدة، بدل ما تحل المشكلة وتوفر الأسمدة في الجمعيات بتهرب للأمام وتلغي البطاقة الورقية وتجيب لي كارت ذكي. طب الكارت الذكي هيشتغل، هيجيب أسمدة منين وانت عندك عجز في الأسمدة في السوق المصري بيتجاوز 15%، رغم ان انت منتج للاسمده 19 مليون طن لكن بتصدر منهم 65% او 60%. خلل في منظومه التسويق، ويمكن شفنا اللي حصل في القطن. خلل في منظومه تحصيل المحاصيل من الفلاح، وشفنا اللي حصل في القمح واللي حصل في الرز. خلل في الاهتمام بالمصانع اللي بيعتمد عليها الفلاح، وشفنا اللي حصل في مصانع قصب السكر. الفلاح بطل يزرع قصب فبقى عندنا مشكله في السكر. ده خط طويل كده، حكومه سايبه هذا الخط وبتجري في خط جنبه كده اللي هو الحوكمه. كان في كلمه كده قال لك الحوكمه ايه؟ الحوكمه مش عارف اللي هو بيشتغل فيها بياخد 20,000 دولار، ده الحوكمه الرقميه. اه الحوكمه الرقميه كلمه اتقالت وكله شغال، حتى الجمعيات الزراعيه دلوقتي حوكمه رقميه مين يا بيه؟ والجمعيه ما فيهاش كرسي يتقعد عليه، ما فيهاش جهاز كمبيوتر يشتغلوا عليه. خليكم واقعيين عشان
تحلوا مشاكل المواطن، تبقوش عايشين في كوكب والمواطن عايش في كوكب تاني.